السلام عليكم، بقيتو لاباس عليكم، اموركم هانيه. مرحبا بكم في لانوفي فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو هادي سبونطاني ما موجدلهاش في توجيه، عطاكم الخبر ما موجدلهاش كاع. سينون بعدا خصني نبارطاجي معكم البيجامه، قولوا لي معاك قلتوا لي صفاء ساعه جبنا بيجيمات هكا زويونين. غنبارطاجي معكم هادي، راه زوينه وسخيخنه بعدا من ناحيه السخونيه، واعره سخونه وفيها 3 بيس. انا نوريكم في هذا اللي كيتشد بلا سانتور، بعدا ما بقيتش كنلقى قياسي كاع. هادي بلا سانتور وفيها هاد الكبيبات ديالها بحال هكا، وفيها حتى هانتوما حتى السروال. فوالا ها هي كيفاش كتجي زوينه الصراحه. الفيديو ديال اليوم فيديو ما عرفتش كيفاش غادي يكون. المهم جيت عند ماما، جيت عندها باش نقص معاها زعما في الويكاند، ولقيت عندها شله ما عن جداد، شله معينات جدادين، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معاكم ونشوفوهم مجموعين. انا عارفه بزاف البنات اللي كيعجبهم هادشي ديال المعينات والتخربيق، دونك قلت علاش لا ما نصورهمش معاكم ونبارطاجيو معاكم. فبقاو معايا وتمشيو فين. البنات انا نشارك معاكم شي بعض المعينات اللي لقيتهم عندها، اللي عند ماما وما كايلهاليش. قالت لكم وما كايلهاليش وصلتها. لا شوفوا انا ما عنديش مع المواعن بزاف، داكشي اللي كتشوفوني ما كنشاركش معاكم داكشي ديال المواعن بزاف، زعما ماشي اطاشي بزاف لهادشي انايا. ولكن انا نشارك معاكم هادشي اللي لقيت هنا. المهم الشكالات وداكشي المواعن وداكشي اختي، واخا ما عنديش مع هادشي. المهم غادي نبدا لكم اول حاجه. انا ما كنعرفش نقول هذا غير ديكور، هذا غير ديكور. قالت لي ماما ما تشربيش فيه كاع، غير ديكور. هذاك جاني كادو عند واحد السيده عزيزه عليا بزاف. ونشرب بها اتاي. انت تبغي اتاي زغيمه تيجي الغالي وطيب مع اتاي. والله الا زوين الغالي غيهرسهم لك. ماشي غتشربي فيهم اتاي، فيهم بلاطو وبريريد. كيشربوا فيهم ماشي ديكور، فيهم بلاطو وبريريد وهاد الكويسه. تشوفوا كي دايرين، انا نقلب لكم الكاميرا باش نوريكم الديتاي ديالهم. واش كيتحلوا هاي تكلخت انتم شفتوا. انا نقلب لكم نقلب لكم الكاميرا وتشوفوا الديكور.
دابا غادي ندوزو لهاد الكويسات. هادو عجبوني الصراحه، هادو كنا خديتي منهم شي ربعه بقاو غير جوج. هادو زوينين البنات، عرفتي باش نقلب لكم الكاميرا تشوفوا، وفيهم المعالقه ديالهم صراحه هادو زوينين هكا حتى للضياف وليك وكلشي هكا. ايوا تيزان اللي بغيتي ديري. جون جايين كبار، هانتوما جويجات. وكانت لقاتهم كل لقات منهم كون زادت، ولكن لقات غير هادو. انا كيعجبوني بحال عندي بزاف ديال الكيسان، انا كنشري بزاف. تفصيله ديري فيه دوازات، هاي بلاطو ديري فيه مثلا كاسك ديال القهوه، ولا شوفي انت شنو باغي ديري فيه. ها نتوما هما كيجيين دايرين في الضوغي. انا نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا لي ديتاي ديالها. ودابا غادي نشارك معكم هاد الطبيصلات. هادو هما اللي كنت وريتكم في الفيديو ديال كارفور، وبزاف ديال الناس لقاو تيقولوا واش دابا 6 ولا هي 7 وتضحكوا. انا نشرح لكم شنو قصدت في الثمن. قلت 6 يعني 7، يعني 6.90 هي 7 دراهم، هادشي اللي قصدت. وبزاف ديال الناس اللي خداوها فهمتوا بالضحك وحسب لهم حيتاش قلت 6 هي اللي هي 7 دراهم، فهمتوا؟ بزاف اللي ما فهمونيش، انا قصدت بها 6.90 يعني 7 دراهم، هادشي اللي قصدت بها. دونك فوالا، وماما خدات منهم، خدات 4، هي خدات 4 وقالت لي كون زدت منهم، كون زادت زعما شي 6 ولا باش تجي زوينه، يعني 6 يتحطوها هكا 3 هكا 3 هكا في الطبيله. واه هما زوينين في الشكل ديالهم، شفتوهم راه كاينين في كارفور، وراه كارفور دابا قالك دايرين تخفيضات في المواعين بزاف بزاف، سورتو هاد المو هذا. Doing crazy dreaming.
شوفوا كي داير. انا راه مازال ما فاهمه فيه والو، مازال ما عرفتش زعما كيفاش كي كيفاش تخدم به ماما وداكشي. دونك خليها حتى تجي هي اللي غادي تعرف تفتح هادشي. انا بصراحه راه ما عرفتش، بغيت نوريكم ولكن ما عرفتش كيفاش هادشي غادي يتفتح. مجموع شتي صايبو عمر واش نوريكم. هانتوما كبير عرفتي، راه ما تحطي فيه الصراحه. هانتوما ايوا ماما في الجميع كي غادي يتجمع في الجميع. لا ورينا ورينا بحال دابا الا بغيتي تخليه يجيها. هانتوما شوف اوكي تسمع هكا الا بغيتي يجيها. شتو البنات هانتوما شوف الا بغيتي تحطي فيه غير جهه وحده تستفي فيها والاخرى مجموعة. هذا واعر بون افير، هذا ها هو كيتجمع باش ما ياخذكش لي سباس مثلا الا ما بغيتيش لي سباس يتخادلك. شفتو كي كيجي كيجي زوين الصراحه هكا. اي بون فوالا الكبيدات. المهم شاركت معكم لامي يعني اللي خدات ماما. الا بغيتو نبقى نشارك معكم بحال هكا ساعه ساعه لقيت عندها شي حاجه كتوالف لي كومونتير علاش لا. وبزاف ديال البنات اللي كيقولوا لي صافا شاركي معنا الدار ديال ماما زعما ورينا هادي هادي. صراحه ما كنقول زعما الدار ديال ماما صافي ما بقيتش انا فيها فنخليوها بعيده ما كاينلاش، ولكن فاش كنكون كنصور راه كيبان لكم زعما راكم كتشوفوا من مورايا اشنو كاين. وتا مازال ما كاملاش دونك مازال ما كملاتش، وبيان سور غادي تشوفوها في 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 النفاس ديالي ان شاء الله فاش نولد راه ضروري غادي تشوفوا، لانني غادي نجلس عند ماما ان شاء الله في الولاده ديالي غادي نكون عندها. دونك غادي يبان لكم كلشي ان شاء الله يا ربي ونيت تكون كملات. ايوا صافي اختي شاركت معكم كلشي، شاركت معكم داكشي داكشي لي نوفوتي اللي جابت الجديد في المويعنات. انا صراحه ما عنديش مع المويعن ما عرفت ونقدر نشري هكا مويعنات ولكن ما كنشاركهمش معاكم، صافي كنشريهم كنحطهم. الا كيعجبكم لي فيديو ديال المويعن كتبوا لي في لي كومونتير. نبقى ساعه ساعه فاش نلقاه ميزات، والله الا كنقلقاه ميزات وما كنداش فيهم فهمتوا. دونك الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات كتبوا لي في لي كومونتير الكبيدات ديالي. وشكرا بزاف للتفاعل ديالكم، شكرا بزاف اش كنغبر عليكم هكا شنهير كتدخلوا تسولوا فيا صفاء فين هو الفيديو. شكرا بزاف لكم والله كتفرحوني الصراحه. وهذا ما كان الكبيدات ولا غبرت عليكم، راني كنكون في الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال. مرحبا بكم كاملين. وفوالا الكبيدات باش ما نطولش عليكم الفيديو ديالنا كانت هي هذه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. كنحس براسي غلاضيت شويه ونيفي حتى هو شوف البنات كيبقاو يكتبوا لي صفاء نيف كبر واختي راني عارفه راني عارفه اختي، ولكن اش غادي نديرو ضريبه الحمل هي هادي ما عندنا ما نديرو. الحمد لله على اي حاجه كطرا، لان اون فوا كتفكري وكتعرفي علاش نيف كبر ما كتسوقيش وكتفرحي بزاف وبزاف ديال الحوايج. دونك الله يسهل عليكم الله يسهل عليا حتى انا، والله يرزقكم الذريه الصالحه يا ربي امين، والله يجيب لي البيبي ديالي على خير وبخير ان شاء الله. وفوالا كنبغيكم بزاف بزاف.